عليكم، جزاك تكونوا مزيانين ان شاء الله. اليوم ان شاء الله بغيت نبارطاجي معكم طاولة الافطار اللي درناها اليوم. كانت عبارة عن طاجين ديال السمك، خدينا هذا النوع ديال السمك اللي كيكون فيه شوية اللحمة، درنا فيه شوية ديال التوابل اللي هما الثوم، سكيجبير، خرقوم، المهم كاملين التوابل. ان شاء الله غادي ندير لكم بعد رمضان ان شاء الله غندير لكم واحد السلسله ديال الطواجن، جميع انواع الطاجينات هكا، حيت كنشوف انه كاين اقبال بزاف على الطاجين صراحه اللي كندير ويعني شاف عائلتي كلهم كيعجبهم الطاجين ديالي، كيقولوا لي بنين ومنظر وحتى يعني اللوغو ديالو كيجي زوين. صافي درت واحد السوبه اللي كان فيها الخيزو، الكورجيت، بصله، شالوت يعني، وكان فيها شنو داك القرنيه، درت واحد طريف ديال الحوت، شويه ديال القزبر المعدنوس، واحد طريف ديال هذيك فلفله حمراء، ودرت واحد اللفته لونافي وبطاطا واحده صغيره، يعني حاجه من الخضيره. صافي ودرت شويه ديال الزبده بطبيعه الحال، وكندير غير الملحه، شويه ديال الكمون حبوب الا كان عندكم. صافي ودرت فيها الماء وخليتها طيب. هنايا بالنسبه للطاجين، فمن بعد ما هكا تشحر ليا، هذا طاجين ديال الضو. صافي وضعت البصله ديالي لتحت ببعض الحوت دغيا كيطيب، وضعت البصله هكا شرائح، ومن بعد وضعت الحوت اللي شرملته وخليته شي شويه، وضعته هكا من الفوق في الطاجين. وصافي وخليته هكا فوق من الطاجين ديالي، سديت عليه وخليته يطيب. هذاك المرق اللي شحرت به اللي هكا درت به الحوت وزدته من الفوق. صافي وزدت شويه البصله من الفوق لانه فريمون الطاجين كيبغي البصله. وصافي زدت هنايا شويه ديال القرفه هكا، وزدت شويه ديال السكر، وزدت عاوتاني شويه ديال القزبر المعدنوس هكا. هاد الطاجين كيجي حلو بحالو، بحال الطاجين كيجي معسل يعني واخا الحوت، مي فريمون راه البنه ديالو كتجي خطيره. صافي وزدت الزبيب وسديت عليه، خليته هكا يطيب بلاتي على مهل. صراحه دغيا كيطيب هاد الطاجين هذا. صافي رافقنا داكشي مع اون سلاد هكا بالخس مطيشه كالعاده، لافوكا، المهم كاع داكشي، البيض، وهنايا الرزيزه اللي كنا شريناها ما صيبناهاش حنايا. وصافي كان هذا هو الفطور ديالنا. المساند الرسمي هو الفريد، ضروري الدراري صغار حنا عندنا كيبغيو الفريد. وصافي هكا العصير بطبيعه الحال، وهذا هو فطورنا، نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم. نتلاقاو.